انقلاب 58 بذرة سيئة في نهج وسلوك الجيش العراقي، أن هذا الجيش لديه ما يكفي من القوة لإحداث أي تغيير في المشهد السياسي الاجتماعي الاقتصادي في العراق. ازدادت ثقة ضباط الجيش العراقي بأنفسهم. النكسة التي حصلت سنة 1941 اللي واجهتها بريطانيا وانتكست، ورشيد علي القيناني اضطر وأعدم الضباط الانقلابيين في وقتها، سببت نكسة في نفوس الضباط، ضباط الجيش العراقي. الجيش العراقي لم يستعيدوا عافيتهم من 41 والثقة بالنفس إلا سنة 58.